بحال اليوم بدينا ديال الدار كيفاش كيفاش المدينة كنشوفوها غدا كيفاش كنتصوروها كيفاش غتكون غدا. طبعا عطانا السي بودرقة مجموعة ديال يعني مجموعة ديال النقاط اللي غادي في هذا الاتجاه، ومرة أخرى كنشكرو بزاف على لحظة الصبر وكنشكروه على كونه يجاوب على يعني الانتظار ديالنا. بغيناش نتسقطو في مجموعة ديال الحوايج اللي ربما استهلكناها أو استهلكتنا استهلاكها في عدة لقاءات. بغينا باش نطوروا شوية النقاش ديالنا ونرتقيو بالحوار إلى ما هو أحسن. الناس جاية بالخارط خارج الديناميك، راه كلكم عارفين وكتشوفوا بأنه الأصداق اللي كاينين على أكادير أصداق اللي مزيانة بزاف وإيجابية، ونعاود نكرر راه ماشي حنايا ولا السبب فيها، راه كلنا عندنا الحق ديالنا فيها وكل يساهم به. وانا تنقولها ما حتى دوك الناس اللي كيبداو ينتقدوا راه مزيان، انا كل ما ننتقدوا غير باخلاق ننتقدوا غير بوضعيه. تستعمل الطريق غير صاحب السياره بوحديته، راه هنا فين كاين الاشكال. الطريق راه هي لوبريس اللي فيها هي غير الطريقة كيفاش كان كيتفرق ذاك المجال، كانت تعطى 90% الطريق تعطى للسيارة، نعطيها 3 فوار نعطيها 2 فوار نعطيها لي بلاص دو ستاسيونمون أو لو ترونسبور أون كومان أو الراجلين أو لي تيغاس أو الدراجات وداك الشيء ما كيفكر فيهم حتى واحد. النهار اللي جينا إعادة التوزيع العادي تم سموا داك الشيء الضيق. اليوم النادي الجهوي للصحافة بأكادير نضم لقاء تواصلي مع السي مولاي مصطفى بودرقة النائب الأول لرئيس جماعة أكادير. هذا اللقاء اللي تمحور حول المدينة، حول الأشغال، حول البرنامج ديال بي دي يو، وهذا اللقاء اللي عرف حضور مجموعة من الصحفيين، مجموعة من الفعاليات اللي طبعا تبعوا هذا اللقاء واللي كان لقاء ناجح على كل المستويات. طبعا المدينه ديال اكادير كتشهد الان مجموعه من الاشغال، مجموعه من الاوراش، طبعا اللي كتنبأ بمستقبل في مستوى رفيع جدا. اللقاء عرف كذلك حضور مجموعة من الناس الفعاليات الاقتصادية، الفعاليات الجامعية، واللي طبعا بحضور كذلك الصحفيين. كانت هذا اللقاء ناجح جدا.